أهلا وسهلا، حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد تي في. حلقة اليوم عن سيرة المناضل عمر دهكون والتنظيم السري أو الكفاح المسلح. من يكون عمر دهكون؟ شكون هو عمر دهكون؟ أشنا هي السيرة الذاتية ديالته؟ كيف انخرط في العمل السري؟ وما هي أعماله؟ ثم ما هي شخصيته؟ ولماذا يعني تلم عليه بزاف ديال المناضلين؟ وفي نهاية المطاف لماذا أعدم في 1973؟ الخلاصة العامة لسيرة عمر دهكون أنها سيرة تصاعدية. باش غادي نعرفوا أنها سيرة تصاعدية من خلال توالي بزاف ديال الأحداث اللي غادي تبدا بحل نقطة نقطة إلى أن يفيض الكأس. حتى كيفيض هذاك الكأس على خاطره. نبداو من الطفولة ديالته. الطفولة ديالته دهكون عمر هو عمر بن محمد بن عمر. عائلة ديالته عائلة يعني ديال الأربعينات ديال الثلاثينات، تتكون بزاف ديال الأفراد، 11 عضو. والده هو أحمد بن إبراهيم من دوار كنارن قبيلة سكسانة إقليم سرودان، بمعنى أنه ينحدر من الأقاليم الجنوبية. هاجر والده إلى الدار البيضاء في سنوات العشرينات ابتداء من سنة 1920، واشتغل والده مراقب للسكك الحديدية. هو يعتبر عمر هو الطفل الثالث في العائلة بعد زينة وأخوه الكبير. تلهم الأمور عادية وبسيطة، ما فيهاش شي تكلف، ولكن غادي يوقع واحد الحدث اللي غادي يأثر على عمر بشكل كبير، بالإضافة إلى الحادث أساسي هو ديال المستعمر أو الاستعمار الفرنسي والإسباني للمغرب. حادث آخر غادي يأثر على نفسي ديال عمر وغادي يشكل منه واحد الوعي. هذاك الوعي هو اللي من طبيعة الحال غادي يخرج منه غادي يعطينا المناضل عمر دهكون. المعمر الفرنسي فرانسوا أوليجيني قتل شقيقة عمر بالسيارة ديالتهم بمنطقة البرنوسي بالدار البيضاء، رغم أنه ما تقدمش للمحاكمة. وهذا الحدث هذا بقى في النفسية ديال عمر وأثر عليه بزاف، كيفاش أن فرنساوي قتل ليه جوج ديال خوت ديالو، الأخت والأخ ديالو، ولم يحاكم ولم تنفذ فيه أي مسطرة قضائية. دائما غادي يبقى هز هاد 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 الإحساس هذا أنه هناك شخص لاذى من العدالة أو فر من العدالة دون أن ينال الجزاء والعقاب. عمر التلميذ من طبيعة الحال غادي ينتقل من الدار البيضاء إلى الرباط، وسيتابع دراسته في دروس الضرب على الآلة الكاتبة بكوليج ليمون، وهنا غادي يبدا يدخل للسياسة. هنا غادي يتعرف على شخصية مهمة أو شخصيتين مهمتين. غادي يلتقي بالمهدي بن بركة، والمهدي بن بركة يعني كان يلتقي بالكثيرين وملهم للكثيرين. وكان المهدي يعني في تصريحاته يقول أن الدواء الوحيد لهذا النظام هو جثته. ثم أنه غادي يلتقي كذلك بالفقيه البصري، اللقاء ديالو بعمر بن بركة ومع الفقيه البصري، وهذه المقولة التي ترسخت يعني بعد مقتل بن بركة: بيننا وبين القصر جثة المهدي. غادي يبدا تشك
تشكل الوعي السياسي عند عمر دهكون، ثم سينتقل إلى مرحلة سلا أو مدرسة النهضة والإقامة بضريح مولاي القمري. وهنايا يعني غادي تبدأ عنده العلاقات تتشعب ويبدأ يعرف يعني كواليس السياسة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكذلك معها الحصول على شهادة الدروس الثانوية الحرة سنة 1965، والتي تزامنت مع مقتل المهدي بن بركة أو اغتيال المهدي بن بركة، وكان لهذا الحدث وقع كبير في نفسية عمر دهكون. قبل من هذا الشيء كان عمر دهكون منخرطا في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمنطقة البرنوسي بالدار البيضاء. إذن بعد مقتل يعني المهدي بن بركة انخرط عمر دهكون في التنظيم السري، ولكن دائما بقيادة العقل المدبر الفقيه البصري الذي تلقى على يديه الكثير من النصائح ومن الدروس، نظرا للارتباط دياله بأنه كان قوي وبزاف. في مرحلة التنظيم السري يمكن تقسيمها أنها قبل مقتل المهدي بن بركة وبعد مقتل المهدي بن بركة، وتمتد ما بين 1962 إنشاء أول خلية في الدار البيضاء مع محمد عواد التي ترأسها محمد عواد، ثم في توالي إنشاء الخلايا. إذن الخلية الأولى كانت هي خلية البيضاء 1962-1963 مع عمر عواد، ثم الخلية الثانية خلية الرباط 69-70. ومن بين هذه في هذه الخلية كاين أمرير الحسين، محمد بن بلة، صابر مبارك، عبد الله العبدي، عمر بن علي، إبراهيم عبد الرحمن، ومسلك محمد. بداية يعني تكوين هذه الخلايا والتدرب على التأطير والتدرب على الاستقطاب والتدرب على الإقناع سيعطي لها محالة تكوين خلية ثالثة، وهي ربما خلية يثق فيها أكثر، هي خلية دهكون. هذه الخلية خلية دهكون يعني تحت الاسم دياله، وربما أنها لصيقة به وعندها علاقة قوية به من بين الأعضاء ديالها الصدقاوي عبد السلام، كوار الحسين، الراشدي مصطفى، الدريوش أبو عزة، وفوزي أحمد، والعديد من المناضلين. ثم خلية رابعة وهي خلية السلا، ومن بين أعضاء ديالها توفيق الإدريسي وكوار الحسين وبن صالح ومجموعة من المناضلين ما بين 69-70، يعني زمن المحاكمة ديال بداية المحاكمة ديال مراكش 1971. إذن إلي تكونت هذه الخلايا هذه، أشنو هي الأعمال اللي غادي تقوم بها، أو ما هي الوسائل التي كانت متاحة لهذه الخلايا، أشنو الحوايج اللي كانت عندها الخلايا؟ أولا التدرب على الأسلحة، ثانيا الحصول على مسدسات أوتوماتيكية، الحصول على مفرقعات، التدرب على الرشاشات، التدرب على الخطط العسكرية وتنفيذها، ثم كذلك تكوين ثقافي يعني من طرف مجموعة من المثقفين الذين كانوا ينتمون إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم كذلك الإعداد النفسي، الإعداد النفسي. ثم بالإضافة إلى هذه الأشياء هناك ما يسمى بالحصول على التمويل المالي، الحصول على التمويل المالي.
هذه الخلايا الأربع لا حسب المعرفة ديالتي، ربما هناك خلايا لأنني قريت على شي واحد كاين في منطقة ديال أكادير وشي منطقة ديال صفرو، ولكن غير متأكد من هذه الخلايا الأخرى خارج منطقة الدار البيضاء وسلا والرباط. ربما هناك خلايا أخرى مع الأيام سأقول لك، يعرف شي واحد شي حاجة يكتب لنا في التعليق حتى نستفيد وتتوسع علينا تتوسع نظرتنا لسيرة عمر دهكون. إذن هذه الأسلحة، هذه التدريبات، هذا التكوين النفسي، هذا التكوين الثقافي يتوج بزيارات خارج المغرب من أجل التدريب العسكري والإعداد للخطط، وكذلك اللقاء بالمناضلين، وكذلك الحس بهم هل باستطاعتهم أن ينفذوا هذه الخطط كما هي مرسومة، أم أن هناك ريبة وشك في بعض الذين داخل هذه داخل هذا الخلايا السرية أو هذا التنظيم السري. إذن من بين الدول اللي زاروها فرنسا، الجزائر، ألمانيا وسوريا ثم ليبيا، يعني يعني كتبان أن هناك يعني هذه الدول العربية وكذلك مصر أن أمام كثرة المخبرين وكثرة العمل الاستخباراتي للدليمي وأفقير، ويعني التنصت بشكل كبير على أنفاس المناضلين، كان الملجأ الوحيد هو الهروب إلى هذه الدول، من بينها بطبيعة الحال دائما تتكرر فرنسا، الجزائر وسوريا. هاد يعني هاد التكوين وهاد الإعداد وهاد المسائل كلها، واش السؤال دائما كنت كنطرح، واش عمر دهكون باستطاعته أن يجمع هذا الحشد الكبير، يعني ما يناهز 159 واحد في المجموعة، هادو الذين تمت محاكمتهم دون الآخرين الذي لم يستطع النظام التوصل إليهم. أعمارهم تتراوح ما بين 30 سنة و 60 عاما، في حين أن عمر دهكون هو فقط من مواليد 1944، يعني سنة قبل نهاية الحرب العالمية الأولى. واش كانت لديه هذه المقدرة على إقناع أفراد من جيش التحرير، مهندسون، قياد، عمال بالسكك الحديدية، طلبة، خياطون، أساتذة، محامون، أطر حزبية. هذا يقودنا إلى سيرة أو شخصية عمر دهكون. ما هي المميزات أو الخصائص التي تميز بها عمر دهكون؟ إذن الأدبيات التاريخية، الأدبيات التاريخية تصف عمر دهكون بما يلي: أنه يمتاز بسلوك طيب، يساعد زملائه الفقراء أو المعوزين، يتمتع بحس إنساني مرهف، ثم يتميز بالاستقامة والانضباط، وله قدرة على تقدير الأمور والاهتمام بالإخوة والأصدقاء فوق العناية نقول المركزة. وأخطر ما فيه أنه رجل صموت، كيهضرش بزاف، متكتم، له قدرة كبيرة على الإقناع. وركز على هذه النقطة، له قدرة كبيرة على الإقناع. ميمكنش واحد في عمره 28 عام ولا 30 عام أنه غادي يقنع إنسان في عمره 60 عام ولا في عمره 50 عام إلا ما كانت عنده لباقة كبيرة وقدرة كبيرة على الإقناع، وكذلك قوة الحجة. ثم على المستوى الجسدي، يسير مشي بطيئة جدا، حتى الناس اللي كيجيو من وراه أنه يمكن عرفهم واش مخبرين ولا ماشي
مخبرين، وكان يضع نظارات تخفي ملامحه مع شعر كثيف، ويغير دائما أماكن من أماكنه وكذلك من خارطة تنقلاته ما بين 1967 إلى 1973، يعني المدة ديال 8 6 سنوات أو 7 سنوات. أن النظام ديال الحسن الثاني أفقير ودليمي والاستخبارات الكاب آن والكاب دو أنها وفرت جميع الإمكانيات والمخبرين للقبض على هذا الرجل المسمى عمر دهكون، وكأنه كما كيقولوا المصريين ملح وذهب. لماذا؟ لأنه استفاد كثيرا من تقنيات العمل الثوري بكل من الفيتنام وبكوبا وبالجزائر وبمصر كذلك وبالعديد من وكذلك بسوريا. ثم أن هذا الرجل أو هذا الشاب أن له ذاكرة قوية للحفظ، أنه كان يوصي رفاقه والمتعاملين معه اللي كتب شي حاجة في شي ورقة يحرقها، كان لا يترك دليلا وراءه، وله ذاكرة بصرية قوية جدا، كيعقل على البشر كيف ما كيشوفو كيعقل عليه. إذن هذه هي الشخصية ديال عمر دهكون، يعني تمتاز بالعديد من الأوصاف، وهذه الأوصاف أهلته رغم صغر سنه أن يكون عقلا مدبرا إلى جانب الصديق ديالو الرفيق ديالو محمد بن نونة الذي قتل في أحداث دار بوعزة. إذن هذا التنظيم السري الذي يعني أصبح في مواجهة مع الملك الحسن الثاني ومع نظام الحسن الثاني، وأصبحت المواجهة صريحة ولا منص منها. ماذا سيقوم؟ أولا كانت الفكرة أنه سيقوم بمجموعة من التفجيرات وخلق الرعب وكذلك دفع المواطنين إلى الالتحاق بهذا التنظيم. أول عمل أنه قام بتفجيرات مسرح محمد الخامس، ثم كذلك وضع عبوات بمقر جريدة الصباح لوماتان وبدار أمريكا، وكذلك تحت سيارة القنصل الأمريكي بالدار البيضاء. بالتزامن مع هذه الأعمال وهذه التفجيرات ستنطلق الثورة التي كان يرسمها عمر دهكون ومعه الفقيه البصري، رغم أن القراءة ديالي التاريخية أن البصري يعني كان يعاتب كثيرا عمر دهكون على السرعة التي تسير بها يعني هذه الثورة، وأنه لم يكن ما كانش باغي الأحداث أنها تمشي، الأحداث ديال ضرب وعزة تمشي إلى منتهاها، يعني كان هناك نوع من التريث، ولكن ربما أن الانقلاب فشل، الانقلاب الأول والانقلاب الثاني دفع بالفقيه البصري وكذلك بعمر بن جلون ويعني يعني هذيك الكوادر اللي كانت في برا أنها دفعت إلى القيام بأحداث دار بوعزة في 3 مارس 1973. يعني انطلاق من منطقة جبلية بالأطلس المتوسط عالية بزاف ما فيها حتى حاجة، ومن الصعوبة الوصول إليها لانعدام يعني وسائل النقل، ولكن أن نظام الحسن الثاني تصدى لها بنوع من القوة والحزم، وجند يعني طائرات والقوات العسكرية لمحاصرة هذه المنطقة، وإطلاق وابل من النار لم تميز لا بين التنظيم السري لعمر دهكون ولا بين الناس ديال المنطقة، وتم أسر الكثير من الأشخاص منهم أشخاص أبرياء لمجرد أنه تم الشك بهم أو أنهم أووا
مجموعة من التنظيم السري. إذن هو يعني القضية ستتحول بعد القضاء على حداث ولا ثورة ضرب وعزة بإقليم خنيفرة في 3 مارس 1973 ستنطلق المحاكمات الجنائية أو القضية الجنائية تحت رقم 8754-1748 وبداية المحاكمة ستبدأ المحاكمة العسكرية من طبيعة الحال بالقنيطرة في 25 يونيو 1973 ما تعطلات بزاف. شهر 3 وقعت الأحداث وشهر 6 بدأت المحاكمات. للإشارة فقط أن عمر دهكون كان دائما يحمل معه مسدسه ومن غريب الصدف أنه سيلقي رجال دليم القبض عليه في الدار البيضاء، يعني في هجوم غير متوقع. كيف يعني رصدته المخابرات، كيف يعني تم التعرف إليه رغم الاحتياطات الشديدة ورغم أنه دائما يعني هؤلاء التنظيم السري كانوا يحملون أسماء حركية، وكان عمر دهكون الاسم الحركي لعمر دهكون هو زهير، بمعنى أن كل خلية من هذه الخلية كان يتعامل معها عمر دهكون باسم حركي، ربع ديال الخلايا بربع ديال الأسماء، وكل واحد من هذه الخلية من أفراد هذه الخلايا الأربعة أو أكثر من أربعة لحسب المعلومات ديالي، أنه كل واحد كان له اسم حركي، وكان على عمر دهكون أن يتذكر هذه الأسماء. إذن إلقاء القبض عليه يعني في غفلة منه. 159 واحد قدمت للمحاكمة، المتهمون تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عام، وأصدرت المحكمة في حق 21 من أصل 159 حكما بالإعدام تم تنفيذه صبيحة يوم عيد الأضحى، ومنهم 15 متهم تم يعني إعدامهم صبيحة يوم عيد الأضحى، في حين أن الموجة الثانية من 7 متهمين سينفذ فيهم حق الإعدام في 27 غشت 1974. والغريب أنه بعد النطق بحكم الإعدام رفع أحد المتهمين حسين شعارا وسط قاعة المحكمة دون خوف. وكذلك هذه النقطة هذه ما كنت غادي ننساها، أن عمر دهكون أنه داخل المحكمة أنه صرح بكل ما كان يريد أن يقوم به ولم يكن لا خائفا ولا مترددا، وكان يعرف أن الإعدام هو مصيره. إذن باش ما نطولش عليكم، هناك الكثير من الأشياء يمكن نعملها في حلقات أخرى لأنه الوقت غادي نطوله بزاف وغادي يجي الفيديو طويل، لذلك أكتفي بهذا القدر على أساس أنني إن شاء الله سأقوم بفيديوهات لاحقة في محاولة تركيبية لهذه الأسماء والوقوف على العديد من هذه الشخصيات وإيش كدير وكيف كانت لعمر دهكون هذه القدرة التنظيمية العجيبة. وكذلك نقطة أخرى، أنه كان يتواصل بشكل جيد سواء مع المناضلين خارج المغرب وفي تلقى التقارير أو في نقل التقارير أو في تطبيقها على واقع الأرض هنا في المغرب. للتاريخ أنه بعد إعدام عمر دهكون رفع رفاقه شعارا خالدا، دهكون يا رحال من مخبر المهدي من مخبر العمراء عن روعة الأطروت وبأس من رحلوا مدينة البيضاء، أبناؤك الفقراء اليوم قد خرجوا. أكيد عمر دهكون ذاكرة تاريخية تستحق الوقوف عليها بأكثر من منجز تاريخي،
ليعلم ولا ليرس علم هذه الأجيال الصاعدة عن أن ما وصلنا له اليوم من ما ننعم به من حرية التعبير كان يعني ساهم فيه الكثير من المناضلين حتى يمنحون أننا نتحدث بنوع من الحرية عن تاريخ المغرب المعاصر وعن جزئيات بعض من التاريخ المعاصر والصراع بين النظام وحزب الوطني للاتحاد حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، لا تنسوا دعمنا في هذه القناة ولكم كل التقدير والمحبة. كان معكم عبد الله الساورة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.